أنا سمير أبو الهيجة، سمير عبد الرؤوف أبو الهيجة، 60 سنة، من قرية عين حوض، وكنت أعمل صحفي في مؤسسة الرسالة، والآن متفرغ لكتابة تاريخ النكبة. عين حوض كان فيها قلنا مدرسة واحدة، بعد انتقلت حسب المات، كان فيها رعاة كثير كانوا يعتشون على الزراعة وتربية المواشي، وما في كان مصانع، كان عندهم مدرسة في المسجد يعني تسمى كتاب، ثم انتقلوا إلى مدرسة أخرى مستأجرة، وفي أواخر 48 بنوا مدرسة، لكن سرعان ما هجرت البلاد واحتلت اليهود القرية. عين حوض كان فيها معصرتين للزيتون، لأنها كانت تشتهر بزراعة الزيتون وزراعة الخروب وصناعة الفحم. جدير بالذكر أنه نكهة الزيت، زيت الزيتون في البلاد في عين حوض من أطيب أو من أزكى الزيتون في المنطقة، لذلك كانت البلد تشتهر فيه، وكان الناس دائما تتاجر فيه، فتحصل على محصول كثير جيد بالنسبة للزيتون. بالنسبة للتهجير البلد كان في 15 أو تقريبا في شهر 7 طلعوا أهل البلد نهائيا من القرية، اللي هي بالفترة بين الهدنتين، يعني استغلوا اليهود الهدنة وهجموا على البلد من الجهة الشمالية الشرقية تقريبا، هجموا على البلد مع مساندة الحربية الإسرائيلية اللي قذفت أو أطلقت قنابل على البلد في سبيل تهجير البلد بتاتا. طبعا لازم نقدر إحنا نذكر أنه كل البلاد كانت تحاصر من جميع الجهات ما عدا جهة واحدة القريبة إلى التهجير، وعين حوض كانت محاصرة من جميع الجهات إلا من الجهة الشرقية أو الشرقية القبلية، حتى يخرج الناس إلى واد عارة، ولأن كانت الهجرة من عين حوض إلى واد عارة ثم إلى أم الفحم وإلى الضفة الغربية اللي كانوا يسموها حي العرب. طبعا أهالي عين حوض لم يستسلموا في البداية ولم يرضخوا، وقاوموا مقاومة عنيفة في سبيل الدفاع عن البلد. البلد عين حوض حسب التاريخ المذكور أنه هوجمت البلد في شهر 4 من سنة 48 من الجهة الشمالية حسب ما احنا قاعدين يعني، وأهل البلد استماتوا في الدفاع عنها وأخرج اليهود منها، ثم أعيد الهجوم مرة أخرى في شهر 5 في أيار 5، وكان هجوم عنيف كمان، استطاعوا أهل البلد أنه يردوا العدوان اللي أجى على البلد. في شهر 7 لما سقطت طيرة حيفا، طيرة اللوز، بعثوا اليهود، لقوا واحد هارب مع عائلته وولاده، احتجزوهم وبعثوا مرسال إلى عين حوض، رسول إلى عين حوض، قالوا له أبلغ أهالي عين حوض أنه سنلقي يعني أنه يرفعوا الرايات البيضة وإلا مسحنا البلد عن بكرة أبيها. طبعا كان بدها توقف سفينة في مقابل عين حوض، لأنه إحنا الموقع عين حوض استراتيجي والبحر قدامنا، بتوقف سفينة بتشوف البيوت كلها، وقفت سفينة على شاطئ البحر ورشقت قذيفتين، القذيفتين هذولا دخلوا على واحد كان يفطر هو أخوه ولم تنفجر، يعني خرقت الحائط الطيني ولم تنفجر، فكانت إشارة إذا بتردوا أهالي عين حوض بالسلاح سنمسح البلد عن بكرة أبيها. فأهل البلد ما ردوا، إلا أن الجواب كان لما أجى المرسال التقى مع واحد اسمه رحال، لقبه رحال، أما لا يحضرني اسمه أسامة، هو اسمه أبو خالد، وهذا كان من الرجال القبضيات يعني، فقال له ارجع إلى اليهود وقل لهم الحرب بيننا، وهي كانت سبب بأنه كتيبة الكسندروني وقفعاتي وكرميلي وما شو اتحدوا كلهم مع مساعدة بحرية ودخلوا إلى البلد واحتلوا البلد. كان في البلد شهداء طبعا من الطرف المقابل، كان في هناك على موقع المعركة
راحوا الناس وشافوا أثار دماء وشافوا أثار هيك، إلا أنه الصهاينة لا يعترفوا بوجود قتلى أو جرحى. في الحقيقة هم أخذوا البلد ما عملوا حساب لإلنا. إحنا حياة سيدي اللي هو أبو حلمي كان عنده عدة أبناء وبنات، فهو أقسم وهو كان يعني أبلى بلاء حسنا هو وأولاده في الدفاع عن القرية، وأقسم أن لا يغادر البلاد، فخرج إلى مع البلد كله، خرجوا إلى منطقة هنا بالجنوب البلد، جنوب القرية بالوديان وبالمغر هاي اللي بتشوفها بجنب البلد، سكنوا هنا عدة أشهر. نحن نقف الآن على بالجهة الجنوبية الغربية من القرية، من قرية عين حوض، ننظر إلى الواد الذي كان يسكن فيه أهالي عين حوض بعد الهجرة أو بعد النزوح من قرية عين حوض الكبيرة، وهذه نرى أمامنا الكهوف والمغر التي والجحور التي سكنها أقاربنا أو الذين نزحوا من عين حوض. طبعا كان هنا العائلات تسكن في هذا الوادي، وحتى انه اعرف انه هاي الكهف هذا بشكل طولي كان يسمى مغارة رضوان، لان على دلالة انه واحد كان اسمه رضوان يسكن في القرية. من إصارة الناس فكرت انه عدة ايام كما وعدوهم الدول العربية، وعدتهم الدول العربية انه اخرجوا سبعة ايام واحنا نطهر فلسطين من اليهود وبتعودوا الى دياركم، لكن ما حصل هذا، فمكثوا في الأودية عدة شهور، فبدأوا الناس يرحلوا على الدالي وعلى حي العرب وهون وهون. جدي أقسم أنه لا يخرج منها إلى حي العرب. ليش؟ لأنه كانت توصلوا أخبار أنه اللاجئين اللي بيطلعوا من هون ما بيلقوا حياة ريحة هناك واستقبال كان لازم يعني كلاجئين، وقد عانى اللاجئين كثير. وكذلك من باب آخر وهو الأولى أنه إحنا نأخذ به، أنه وطنية حياة سيدي محمد المحمود أبو حلمي وطنيته اللي منعته ودينه اللي منعه يخرج عن هاي. بالنسبة لعين حوض هذيك أخذوها، هي موقع استراتيجي وهم منعوا عنا الاعتراف، لأنه إحنا موقعنا موقع استراتيجي، واليهود ينظرون إلى دائما في كل ترتيب بلد أو كل بناء بلد ينظرون إلى الشيء الأمني، يعني حتى لو أقروا لنا شارع فيكون على اعتبارات أمنية، حتى إذا أقروا أي طريق لأي بلد أو مدخل لأي بلد يكون على اعتبار أمني. يعني انظر إحنا في منطقة عين حوض عالين، إحنا أعلى من الكيبوس تقريبا، كل الكيبوتشات اللي قدامنا أوطى منا، يعني ينظروا إنه في حالة أمنية في حالة وقوع أي حرب أو شيء أنت أعلى منهم. فهاي كثير أثرت علينا من الاعتراف، حتى بالطريق اللي موصل للبلد كان في اعتبارات أمنية. أكيد النكبة هي يعني في ناس قالوا هي بدأت قبل النكبة واستمرت في النكبة وهي بعد النكبة. أنا أقول هذا ينطبق هذا. ليش؟ إحنا هنا قرية واحدة عربية بين 30 قرية، بين 30 مستوطنة، بين مشاف وبين كيبوتس، بين قرية عوانية وبين كيبوتس. إحنا القرية العربية الوحيدة. طبعا في خدمات يعني كما يقال على طرف الملعقة، يعني الشيء البسيط في خدمات لا ننكر انه بقيموا النفايات اجلكم الله، بيعطونا شوية خدمات هون هناك، نحن ندفع الضرائب الارنونة، لكن على المجال الاوسع كان في عندنا مدرسة واحنا غير معترف فيها، عندما اعترف في البلد اغلقت المدرسة وبقي عندنا روضة اطفال، والأولاد اليوم بيطلعوا في الباصات أو في سفرية على حيفا، وكما رأيتم الطريق غير سهلة، يعني أنه يتسافر حافلة فيها 50 طالب. يعني على سبيل المثال أذكر قبل سنتين أنه صار حادث مع الباص مع الحافلة، ولم يفرمل، لم يستطع السائق أن يفرمل الباص ويوقف، فانحرف الباص، ووصلت الأنباء أن كل أطفال عين حوض كانوا نتيجة أو ضحية هذا الحادث. لكن الحمد لله رب العالمين كانت الإشي أبسط من هيك ولم يصاب أحد بأذى، إلا أنه الباص تدهور. طب تصور أنت يعني أنه أجيال كاملة تروح في حادث معين،
هاي طريق صعوبة الطريق. عندنا مثلا الكهرباء، الكهرباء قبل 3-4 سنوات دخلت الكهرباء إلى البيوت، يعني لحد 4 سنوات كانت زوجتنا تغسل على اللكن هذا وعلى الإيدين. الأدهى والأمر من ذلك إنه عندنا صندوق مرضى، وما يسمى عندنا صندوق مرضى 2 ساعات بالأسبوع. يعني حصل إنه الجمعة اللي فاتت، مش هاي الخميس اللي فاتت، الخميس اللي قبله كان الطبيب غايب، قعدنا 2 أسبوع على 2 ساعات. بالنسبة لمعاملة أخرى من هاي، في إشي اسمه ألعاب الأطفال أو متنزهات عامة للأطفال بيلعبوا فيها، وهي آليات مركبة يعني كسحاسيل ومراجيح وما إلى آخره. هاي الماكينات أو الأجهزة تبدل في المستعمرات أو في المستوطنات كل 2 مرات أو كل 3 سنين مرة. عندنا مثلا في البلد هنا يمكن حوالي، يمكن صار لها 10-12 سنة مش مبدلة ولا مرة، وهي خربانة لا تصلح لأي لعبة إن تكون لطفل معين. بالنسبة للبناء، البناء فيش عندنا ولا بيت فيه رخصة، حتى إنه ما جربنا نبني، مركز ثقافي متعدد الأهداف يشمل بيت للصلاة، يشمل مسجد، يعني خلينا نقول باللغة، لأنه عندهم بيقولوا بيت للصلاة أو غرفة صلاة. فأوقفونا منذ 2 سنين، يعني تدخلت المخابرات وتدخلت الدولة والأمن، واجهت الشرطة بدها تهدم القاعدة وما إلى آخره، منعونا بالدعاء ابني أو شيد ما تريد ما عدا مسجد، تبنيش مسجد. مع العلم أنه في عندنا مسجد هنا، لكنه بناء قديم جدا، بناء قديم جدا ومترهل وممكن يشكل خطر على المصلين. بالنسبة للتوسع في البلد، كل المستعمرات وكل المستوطنات في عندها مجال إنه تتوسع، بتطلب إضافة عدة دنومات للخرطة الهيكلية، وبقدر يتوسع على أزواج الشابة. إحنا عندنا في تراكم، يعني بعد عدة سنوات بيكونش عندنا وين نروح، إما بنبني تحتية الأرض وهذا يعني يمكن يكون ممنوع، وإما إنه يغادروا الناس المنطقة إذا ما حصل توسيع للخرطة الهيكلية. الأمل موجود، لو لم يكن أمل ما كنا جالسين هون. ليش؟ كل شيء الإنسان يأخذ، ما دام في أمل في الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله سبحانه وتعالى سيحصل لنا، ونأخذ كل حقوقنا حتى ولو كانت متأخرة، إنما سنحصل عليها بإذن الله تعالى. ولا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله قريبة من العباد.